ابن أبي جهل. هل كان وحين كجلينا قصدي عكرمة ابن أبي جهل. سيأتيكم عكرمة مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى يا سيدة أير عكرمة مركي وسوء إسلامي وإيمان يقصد سيدنا هو إيمان دون تاي النبي وحو يري سيأتيكم عكرمة عكرمة أيا إذين إيمان دون مؤمنا حالو يسقو إلهي رميه يا رسول كيس مهاجرا هدنا مهاجرا فلا تسبوا أباه أبيه وآذن لبضانها أبو جهلها عاينا، فإن سب الميت ميت كعائدي سيؤذي الحي ميت كالنول أيه دبي وقفك دي هلب كيسا أبا حمازه هدي مر لأرك الله هيو أو يعني وحلق الشيخ يحوغا ودبسان أيا ولا يبلغ الميت ميت كنمقاريس كل واحد ميت كوحود ميسان ماها قفك النول أمبا كود بسان أيوه. مرحبا بالراكب المجاهد بالراكب المهاجر من تحية النبي الإكرمة. نبي عمركو يميد نكا إكرمة اللي يرادي وسو إسلامي وحكو سلامي مرحبا سو دوين بافوسو ناتي بالراكب المجاهر مهاجري راكب كي ننكي قاديد كسارنا راكب كهاية والمهاجر إلهي درتي هجر ليو هاي هجروني. كان في آخر العقد الثالث من عمره يوم تصدع النبي الرحمة بدعوة الهدى والحق. كان وحوء هذا في آخر العقد الثالث طوانكي صدحاده من عمره عمره ساهاتيوه يعني ترسى ضنبو كجري مركاس ننكا عكرم الليل على واتنك أيو قدبي وترسى صدنات بو كجري. كان في آخر العقد الثالث عقدي صدحات أما طوانكي صدحات من عمري عمري ساهاتي أيو كجري ننكاسو يوما مال صدع أي جهر أولا جهر النبي الرحمة نبي نحريص تهاي إلهي صدري بدعوة الهدى والحق حق يهنونك دعوة إذا مركو نبي داهري أولا جهر ننكاسو حو كجري طوانكي صدحات عمري ساهاتي يعني واترى صدنات بو كجري. وكان وحو هذا عكرمة ابن أبي جهل من أكرم قريش قريش وهو ناسب كمدها حسبا حق النسب كي يعني حق شرفته وأكثرهم كان أبوبدم كو أبوبدم بكمدها مالا حق مالك وأعزهم نسبا نسب هدي اللي رادنا نك أبو عزيزا بها قريش. وكان جديرا به وحو أولك أها ننكاس أن يسلم إنه إسلامه كما أسلم الندراء وكوي أيق أسجل لمتك هاي شرفت هاي رق رشات ذا إسلامين. ومن أمثال سعد بن أبي وقاص إيه ومسعد بن عمير إيه وغيرهما ومن أبناء البيوتات يعني قريها أصاحبك ها المرموقة اللي في مكة لولا أبوه أبيه سدونا هينو ولتي يعني قريها شرفت لا يدتك هنتي ذا لا إيه ملاحظة كذا شيء الرمى كذي سيدي او اسلامين او كلا انه او اسلام ايو اولكو اها ادتك اللي ايجا يولا فيرين اي واي لولا ابوه ابيه هدوسا هينو لكن ابيه باكون نغضي منعكو نغضي واي اسلام نمال كور يستاقي. فمن يكون هذا الابو ابها سكين نغن يا واك يا ترى اي يا ترى اي اي ماذا تظن محاد امالين يستا ابها واكمه منك اكرم اللي اذا ذو يعني ولش غير قراشيده ون وناسنا يقوليها لظن كبسي وفي عنا كم ذا نكا منعيه يهنون ككور استاجي يا أم لا يمسا إنه جبار مكة الأكبر إنه جبار مكة مكة جبار كذي الأكبر أوينا وزعيم الشرك الأول وزعيم الشرك قال لماذا إيه الشرك يعني نكى أضيق أهاوي الأول أهري وصاحب النكالي مثل عقابك يدباطد صاحبك هاوي الذي امتحن الله ببطشه أثقق بشديس يدبك سب إلهيك انتحامي إيمان المؤمنين مؤمنين تإيمان كله ورقي يعني مكاء إلهي كل رميه أول كهره أول إسلام كإسلامي
إيمانك وداس وحوها مدل امتحامي بوها يعني محاله امتحامي قبشنا وقبلنا يددك مؤمنين تا أبو جهل يقول الله متكيه مدحبا يقبلنا يانو دباتيني فثبتوا ويسقنا ذين فثبتوا ويسقنا ذين مركا مؤمنين تاسو واختبر إلهي با امتحامي بكيده ننكا دبكيس أبو جهل صدق الموقنين كو موقنين تا يعني رمتو ذي با إلهي كو امتحامه فصدقوا إلهي رسول كيسي رميان أرشاك إنه أبو جهل وكفى إنه أسو ننكاس أبو جهل وي إكرماء به وكفى تعريفنا إنت أساقف لنوع أبو جهل دواب اللي يقاناية تلمان كلف ومسيبا نوع ننكستبه وقرن ياو هذا أبوه كاسوا أبيه إكرماء به وي وننكا اللي يقاناية أبو جهل يتبك بضناية أما هو إكرم هو أسو فإكرمة ابن أبي جهل إكرمة بن أبي جهل وهي المخزومي لو نسبي قلبات أحد سناديد قريش قريش يعني ملاحظة ودي رجل شرفت لها متكم لايوها المعدودين أول لتريني رجل لتريني إيكو لبن ليلادو كم لها إكرمة عائلة من أضيئها لقدم بي الرق رشينا عبليه ويل أسألنا يعني آد لقدم بيوها ورقم ملاحظة كجر وأبرز فرسانها قريش رجوا ذي يعني فارسين توه دجال كوي قانس وجاعين تام متكمل مت رجع أم وقذو كملها المرموقين الله فيرنا يواي لفيرنا يلو النقيو مرك الرجل اللي إيجي يو مت رجل لما لعسدو كملها واي حاجة شجاع ذي دجال كيو وجد إكرامة ابن أبي جهل وجدوها لإكرامة ابن أبي جهل نفسه نفتيسي مدفوعا إني تهي مدل الرابي بحكم زعامة أبيه أبيه مدحن مديسي يا لغو الرابي محال لغو الرابي إلى مناءات محمد عليه الصلاة والسلام إلى مناءات إلى مناءات محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد العليتن كي سوى مردو أبيه شركي جاي قال لماذا أوينا حد يعني وحي مركا كانتي أرنتا أيضا إنو أبيه قرب استابعه النبي الله عليه تموه فعاد الرسول الرسول كيف الله عليه تموه صلى الله عليه وسلم أشد العداء على نمئي عليه تلمد وغدرا وآذى أصحابه نبي أصحابتي سيبه دبي وأفدح الإيذاء لب وحلا دبمتك ووحنا وحل دير وصب على الإسلام إسلام كي وحوكش في والمسلمين من النكال عقاب يدباتهم ما أبو كسوه قرد به إكو قوسة عين أبيه أبيه إشي سيكو قوسة ولما قاد أبوه أبيه وأبو جهل مركوه قامي معركة الشرك قال لماذا يعني معركة هذه يوم بدر بدر مالك هذه دقالك بدر قال المشركين تهاي رأي قريش هذه دقالك أكقب قلي إنك فقامين يبوها مكبه كسو صاري دادك او يرمان تواعي جوبيت ليرادو نوما سوقنا ما داما سفر كانيك انه ان درسنه بهدو محمد هويستي مجر تير يا ابو صفيان ايه سفر كيسو وشام كيبي ايو نبي دولي انو دحضو قدر عمرك ابو جلان واركبو هلي مركا صاحي وكو مريني ودد هادو يقانو هاي وفكبه قيلان او درسنه ورام مكو قيلكو دحريدي مركا سي صبحن نبي أصحابتي عليه ثلاثة وسلام صدح بقول يا دور يا صوان بيها فهما كادنا كن بيكوي ماذين كن آية مركا منك هو قامين يعني عيدا كهو قامين يبوها وأقسم باللات والعزة أثنام تودي وويليدي أيبو آد أقدم بيين وي وأقسم وقدارتي باللات والعزة بوقدارتي ألا يعود إلى مكة مكئنون أسر لا بنين إلا إله هزم محمد محمد إنه جبيه مويان نزل ببدر إنه دقم مويان كبدل يعني محمد إنه جبيه مويان إنه سسون نقنين إنه دقم نزل ببدر إنه دقم مويان إنه سسون نقنين يعني ماشي بدر ليلة وماشي واقعه كد عظيم وهو أقام عليها وكل جاني ماشي بدر ليلة ثلاثا سدح بري وهلكا جوبيه يعني عرفت على الله وحكم ذهب قلبي جوسه هسماشا في يعني الدجنان إذا إلى دور بري إلى ما أرتي جوس أيها هيد أي تدفي عن لو أجاهدو أي يعني ماشي بالجوية
وأقام عليها ثلاثا صدح برينو كنا قاني ينحر الجزور الجيل وكو قورا عيالكا كنون ضبيه ويشرب الخمور خمرة للوع بيه وتعرف وتعذف له القيانو قبله يرير كاي هذا يعني فنانين تانا بالمعازف يقطهم يا الموسيقى كذا يضرب بانك يقرا عيهم يعني مركه يا خمرة عبيان خمرة عبيد يعني وحيكون معانا جرت كوة الجرين قبله يرير فنانين إنا يهزان الكرك وظهرت وذكر عياران مركه سيزف يعني ومرقان كوسي بحياه مركه إنا الناس يا خمرة كوع عبان وقبله يعني كوع قراعان كوع عياران ويعني الو أمانه يرجع جزياس وضياس ووين تاسو قطعت ما سألو جوجي في الحبر لما قاد أبو جهل أبو جهل مركو قامي هذه المعركة كان ابنه ويلكيس وحوها إكرمة إكرمة وحوها ذي عدده عددي سأيوها عددي سأل الذي عدد كاسو يعتمد عليه وعسكني عدده وكتا جنة يكفان يحوق أبا ويلكيسوها ويلكيسوها قرب تاجن ويدو قعنتي سبوها يعني اكرمي التي يبقش بها قعنته وحكو قبنا يبو يعني وويل كيسا ويل كيسا يرجع اللهم ده اللي يرده يعني اذيرك اوه يهي يعني اصوى اضيق رأمك هذا وحا ايبقي الدونان يسير رجع اللهم دونان ووحا كلي وكفانا يبو والربين وحكو قبت ولكن الله تو العزة لا تأي عزة والله بدي سرمي وعابدي جريه لم يلبي ما إيسن أجيب لداء أبي جهل أبي جهل لديه سمين أجيبه وصوى لبديت إله بقصة طارتين محمد جبين أي موتى مرك الله تأي عزمين أجيبين ونداء أبي جهل لأنهما أيب الله يسمحان وحوه مغليان أما كقارة أما كقارن أما وحورثو أما ورثن كونوا مغلام وقدقح بيش الله دي ولم ينصره أمين قرقار لا تأي عزة أبي جهل أمين قرقار في معركة دقال كيسي لأنهما عاجزات وحما قوان كرام وعاجز زمحي قوان كرام وعدك حمال لساري والعبدي فخر وقع سريعا حاله هاي دون بدر 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 بقى لبد لي نكاس دقال كيو مرضمانين هر له ايا اللي الدليب ابو جهل لبوي له ير ير رئي انصاري ذا ايا الدليب لبوي له ير ير رئي انصاري ايا كتخلص نكاس حتى برد حتى مات الى وقد انتوى معودي معاد بل معادي معود بل الأجر ابن عفراء يا الأورنجري عفراء جونا اللي لما يدوي المعادي معود لما أول باقة تخلص رجع أصحاب ذا أجل ذي وهوين أنين كم ذا وحولا يا مركا ردقال كأصف فرني يا أول يربع دين عيقة تاقنا أبوي كل قارة وحان لها أبوي نين وين وحوق ليك ومقرب تاقنا يعني كل نين اللي يروا أن تورفي عن لهم باقة يا كوحي جيه خطر باتكو سوانتي ما دام قرف يعان على هيسني تاتا قلبي يقصو دعلي بري اسلام مركي ويل كيبا دكت ايسو دو يحري يا عمي اين ابو جهل انها ايسر هل مر ابو جهل انها ايسر ويل مركاتا ايه بوير محادكو سميني سادان كتس وحوير الله يفارق سوادي سواد هويل اني اصلا اسفارق مين شخصي هو شخصي سفارق مايو الا متكامل للدلم وان لا يابر ويل كي ادبان ولا يابر مركو كي هذا كدمية متكالو اتنين لجاء الله مذا يا يربودي يا عم اين ابو جهل انبا ايثار هالمر ابو جهل عوض مركاسا نمحاد تصنين ايثار سيدو كالواس بي يربود مركاسا نتصيبور ابو جهل يقول لنا يا صاحب مر عيدا كسا ادع قويني مر عيدا ادع قويني يا يربود وكا ابو جهل قال لي دين شاقي وحير مركي جوغان بو سيدي قر قر كيو كالوم بي يقبو ذي وي هالمر لما هو دين باسفا هالمر اسدا فيو ماشي بقرد ماشي بقرد سوى رفعهم كجرته وكي عبد الله بن مسعود انتو سوكر استاغ ومضى حقيقي استاغ جنبي انت ابا جال ابا جال متي في رواياتك قال دووري يا وليبو انو عرافك حتى يعني وجبيه ويري انت ابو جال ما يسو ليلا مو يرحولي انت ابا جال سو كجة جنسي سو ابا جال متي مركز ويرها ما وحكى لميه انو سو نين قوم كيس الدلين امبانا هاي وحكى لميه رقو نسلا وفد منجري دقال وفد منجري سوما ما هو صبنا نقول بلا ما هذه وجه جسدي سوى معنا هاي من قوم كيس الدليل نمان هايو مركزه هذا الكلام هو الرعي لكن وحن جعلان لها أبو يركو بير لي إني الدليل ما جعلان لها أبو في أنصارات بكو جدا كو بير لي أنك أنت ولا كل شيء يعني أنك أنت ولا كل دم أنا جعلان ولا وجه الناس ولا كل شيء
ورآه ابنه ويلكي سيبا أركي عكرمة بعينيه ويلكي سي عكرمها لبدي سإنضاط أي كفيرني والحال رماح المسلمين المسلمين تورمهودي كان هل أي كعبيس من دمه ديجي سوى نهل جو حل ولبا وراب هراتك يعني حولها يعني هرمض أهر ريس مركة أومنتها يودرك أدل فيسو يا ليل هذا يا نهل ليل هذا مركة أيلو مسلمين تورمهودي أب أو من أبي جهل ديجي سي عبيسو والله وراب هراتي ميو أيو لبا إنضاط كهي ويلكيس وسمع المغلي بإذنه الذي تدبرت بكل غيزني أبي جهل وهو ينطق وهو يطلق أصدقوا كل واقع آخر صرخة دواق وجدا به تاسو إن فرجت عنها شفتاه الذي سفر الرياض وفيدوه يعني هذا الكي وجدا به سامر دواق وجدا به سيب سميه سو كسو بحيين ومغلي عاد عكرمته وصول الله عبت إلى مكة وصول الله عبت بعد أن خلف مركو كجسو التجيء وكد مريه جثة سيد قريش قريش أضيق ميت كيسبه في بدر بدر كجسو التجيء أضيق به وقت كيسي بدر بو كجسو التجيء فقد أعجزه الهزيمة هزيمة يجبك عاجز قلسي وعجز قلسي أديدي عن أن يتفر إنه كجو ليس كل بان بها جسدات يعني وميت كأبه ليتمنها إنه دوغو في مكة مكة إنه فدو حتى أبيه هدو دنتي إنه صواقع تميت كيسي ومكة وكؤة صغي مدع الله هاي جبك با أسر تقلوا يا دوي عرين ميت كيسي حتى وقالوا وأرغمه الفرار فرار كبا يعني هوجي أو يعني دلي على تركها كتجد دوا إنه ميت كأبيه كتغو ذا نفتي سو لبح صديوي ميت يا جردي آية على تركها كتجد دوا للمسلمين المسلمين توقتغو فألقوها مسلمين تويهردا في القليب قلت قليبها لغردي مع العشرات فوان يالكي بكمدها من قتل المشركين قالوا كود اللهية وأهالوا عليها الرمال بعاد كبيكو قدية المسلمين انت قليب لغو قري اضياشي ووينيزة دمك بضناي رمكات اياها دانا عرض سيدا لغو قديو ومنذ ذلك اليوم لغسوا بالعو اصبح وقوءها ذا لعكرمة ابن ابي جهل مع الاسلام شأن اخر نيني يعني اسلام كآت ان عبوها مركة هرى ويعني لعو اللي تمي النبي ذا اي مسلمين تلعو اللي تمي سببت لعو اللي تمي وحيئهد ابيه يعني شرك ايه قال لماذا ملحوها ما دام أبيه مبدأ أن كسر ورجاله وديدنا أبيه درتيب ولعه اللي يسمى أبيه بقرب تاقنا أبيه مركي لا يتقلصي شأنك لا أب الله وضيع عكرمة ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة ابن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر فقد كان وحو آله يعاديه إسلام كمذل لعه اللي يسمى في بادي الأمر بالله وظهره حمية لأبيه أبيه بأفعي لونه وقرب تاقنا فأصبح وحو آذي هدنا يعاديه اليوم سأرا له سيدو أبيه وقو آري لها أبو هدنا مسلمين توقع الله تمية سيدو أبيه وقو آري لها ومن هنا هل كان بو إمبراق أنصدي وقوصتي عكرمة إيا والنفر أو ممن قتل آباؤهم آية عكرمة وحوق أنصدي قوي إيا والنفر جماعة أو ممن كم إذا قتل آباؤهم أبيال كود لله في بدر يؤثرون إني كعنيان يوقدون إني هرين يا نار العداوة عداوة النار تهدي في صدور المشركين قال هذا الله بطول على نمدي إسلام كي يعني هرين يا قال هذا كعنيان على محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد يعني علادي سي ويضرمون ويهرين يا جدوة الدقب جدوة الصعر أرشد الدقب كيدي يفي قلوب الموتورين كوي دتكو دل لا يؤان آرسنين قلوب تودي بكهوريني وحالا وحي دتكو دل دلت دواتن كي دتكو دل لا يؤان أيام مركا وحي يعني قلوب تودي يعني هورينا يانو سيني دتكا أنو بقار قدن لهم بي يعني بلا يؤكو أخرين أشريا عربو طن دي مركا سيها دن بورينا يانو وحي لي ننكا موال قفص دوان دلي ورياسة ندن وول لا يسيد عصو الموقلي انت كلنا واقفا شي حتى وحي ياتا يوح نولو نوسق ناتي وملئنا نفحرين مويا إنه دقالك أول أوليه أيو مركب بالله بيسوده كو أرثن لهاوي ويدربونه ويهورين ليين جدوة فأري جدوة دوغب كوين بالي دادا يو مركي دبك لساره أقول يعني نولا دا أن دك دكو دمينوه جدوة فأري دوغب كي يعني أرث دوغب كي أرث شد دوغب كي في قلوب الموتورين كوي دتكو دا للايو أن أرثنوه ومن قريش قريش حتى كانت وقعة أحد وقعة دي الله يدعليه
سنة اللواد بدأ أحد بعد عدد خرج عكرمة من أبي جهل وصبح إلى أحد أحد وأخرج معه معيسى وحصو صاري وصوتي زوجه وزوجتي سي أم حكيم أم حكيم أم حكيم هاي لتقف إلي إستاتو مع نسوتي هوينك معوضة الموتورات إيدتك ودل الله هوينك إيدتك ودل الله أرسشد دوني مانتر يعني دقالك اللواد أحد إلي كو أرسان دوني إلي كم من نغط في بدر بدر إيدتك ودل الله وراء الصفوفي صفك دقالك الرجل مركي قيل يان قدال بي دمركو كي استاقي جيرين هوين كي سوو ذن جيرين مركاسي قدالك استاقي يان رجل او رجل بورين يان مركا دقالك كو بورين كو عرابين يان وتضرب معهن معوضة يعني اي قراع ايساي وعلى الدفوف دربانك تحريضا بورين لقريش وقريش لقو بوري على القتال دقالك ايه وتثبيتا سقيد لسو لفرسانها قريش رجل الفارسين تو دقاليهنك إذا حدثتهم أنفسهم نفطوا لهذه أبو شيء كيس على عرب مر هذي رجع وهوين أي دبس عذان رجع ما عرر كران خطر وعي سأي كوا عرران وخطر ما هاي الهوين كي بقود دوا على لاس يو بورك يو نين كي صو عرر ما أنت والله أرك يا دعنتي حقو أذي دونا بري مر كرجع وضمان يا ورجع أنا قد دبس عذان إلى صو نقول الله لقمة يا هو مر كمالك أحد هوين كي بيت صو دوا دكان سأي دال كوا بوريان وعلى لاس كي يدربان كي يبلاي يدي عربين تكذبوا وجعلت قريش قريش وحيا سي على ميمنة فرسانها عيدا كذا فارسين تا يعني قرب كذا مدق تناحي مدق وح أمير لو قد خالد بن الوليد وعلى ميسرتهم جناحي بدحانا قرب كبدحانا عكرمة ابن أبي جهل لبضع دنعم يعني لبضع ننبال يعني هقان لو قد لبضع عيدا الجناحين كذا لبضع قربها وأبل الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء رجح كفة قريش على محمد وأصحابه وأبلاء ويموجيان الفارسان اللبضي دقاليهان المشركان اللبضي قالها في ذلك اليوم مالك أسأيضا اللبضي أضوب قالها وعكرمة يخالت بلاء بيموجيان أي وحل لي أبي أو دقال يعني دقال كاسو رجح الرجحي كفة قريش قريش كفد وذيبا رجحانتي على محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ما بقى يا أصحابتي دقال كاس يعني وعلى قرر رجح النقضي وقريش باب يعني كفد رضتي وي وحقق للمشركين مشركين يعني أحقيجي النصر الكبير إنه يعني قول وين أهلان صدوات أصحابته اللعين ما لن كاسوا شهيدي حمزة بن عبد المطلب وهو قامني ومما كمل جعل كيه لأبا سفيان يقول إنه يراد قوش أسي النصر قاسو كيه سي أبا سفيان إنه يقول إنه يراد هذا بيوم بدر يا هذا بيوم بدر مالك وحلوه دي يا مالك بدر دي والحرب بيننا سجال يعني دقالك واكلتن ومرقيتي او ديسالي بدر باسان وانو قشير مانتنا وانك دي لما دا مالك واليسو دي يا وفي يوم الخندق مالك مالك سلاسين وطو دقالك سرقه وقامين يبو عكرمه وفي يوم الخندق خندق باهدنا كدن بيسو سنة الرابعة بيهيدي يا خامسة لما دا والوشة قاية خندق باهدنا دقالك يدي حاصر المشركون المشركين تواي حصريين المدينة مدينة دول فريسين أياما طويلة إذن آد وين يا مدينة كسو دولة مركو النبي قال عليه الصلاة والسلام قال إنه إستصوبة هيسان يوم الأحزاب وي أحزاب قدوة الأحزاب قدوة اللي بحيوي قال إنه إستصوبة هيسان مركو مركو عيدن كي ملالة دوس يدو انتو دجي عيدن كي مؤمنين تاها أيو قدوين ودفيس وخندق ليرا هذا أيال قوي بإشارة سلمان الفارس سلمان الفارسي بان إشارة إن يعني دفيس قال لقطوه عائلة دتكو مركي يعني يريهين هدي دفيس قالان دفيس قال لقم ساري كرو إن الله ننكي يعني صوبحة أو يعني نهالك أمبال لقد توقنية عد توقي لكرتا مجلدي وحد اللي قوقنية إيا مدافع لن دفيس قال لقم ساري ينا ما إذن 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 مركا سلمان الفارسي بان نبغو إشاري إن مغالان يعني قد كاوين أنو كو ريجينو oo khandaqa ay aanu aanu sameeyno dhufeydka marka aanu galno sidii bay sameeyeen nabiga asxaabtiisi godki baa la qotay halkii bay galeen markaas ay gaaladina soo dul fariisteen deema weeradi karaan oo ninkii soo dhana yani waa lagu ganaya sooma mudday marka dul fadhiyeen fannafida waxaa tagay sabru ikramata ibn abi jahl ikramata ibn abi jahl sabarkiisi baa tagay markii muddo la dul fadhiyay oo mu'miniinta waxba laga qaaday way dhufayska way ku jiraan
عكرمة صبر كيسي بايراده وضاق وعيد اليمي درعا بالحصار حصار كاسي يكور فردقا مقالده للدول فرديو أيو يعني كسب رواي فالنظر وفيري إلى مكان ضيق مال عرير أو من الخندق قدك كمذا لفيسك إلا قضي يعني مال يعني عرير أو وضاء أيو أركي وأقحم جواده فرس كيسي بحب أسوق لي فيه فيه سفجت هذا وجود بي لفيس كي ماشي يرى المسلمين تيع لفيس كي يكون جرين ما لي يرى دولاسة أيو أركي مركز حب فرس كيسي أسوق لي عرب قدال إنه كم مرة يعني عيدا قربنا أسوق له أمريكا سلا مسلمين تلقوا قال فجت هذا هو جود بينا عدم وجود بي ثم جت هذا هو حسوق جود وراء وجلاسي تبلعة النفر طور قفبة صومرتي في أجرأي مغامرة قلتان لقالوا مدى أبوكي سنما بغانا أبوكي هنا أي كسو قليل ويقول لك أي حيب إسو كسو صورت تاسو ذهب أوتري لحيتها صبح لماذا يدع أما برق كذا وكتري عمر بن عبد ود ننكا لها الغامري قالوا ماشا إسو كسو عنانا تيسو قشي ننكا وحا كمدها عمر بن عبد ود اللي إلا ذا كمدها الغامري ننكا سا كتري ماشي كبحيو علي بن أبي طالب أصوب حيو مركز كركة كجر سيف كركة كجدوي أما هو إكرمه فلم ينجيه مكرني إلا الفراء أنت هذه يرى لما سوقي بتنكر وما سوقي بواي أنت مسلمين تبع أوبا هذي ده أسوق معك أوبا هذي ده عبوه وحكدي فرس عمر بن عبد ود العامري نكاه تقولين أما هو إكرمه فلم ينجيه مكرني إلا الفراء وفي يوم الفتح انت اصي مركا كل ما اصي وقعدي يعني خندق ند مركا وحبق هذه وايين الهي با كوكعية يعني جنود ديسي كوكعية دبيل با الهي كوكعية ملايك با لوكعي يا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها با الهي يعني دبيل يعيدا ان اركي ان وملايك ديانو كوكعين مركا اصي عررين وي ويجبين دبيل با الهي كوكعية ايقو طنبا يعني إنا لا تكتب تصدق أي جديد كذيه أي جديد كذيه أركان سعر وفي يوم الفتح وحقوه مركز دجال كي يوم الفتح بحقوه فتح مكة رأت قريش وقريش وحير أيسي ويذكر عليه بأن ستي على قبال الله وحود طاقد إنا أوهين بمحمد إياه وأصحابه مركز يتشهد النبي وكسر دول عليه ثلاثة وسلام كن أصوات أيضا كن بها المكة قصد سو النبي هو قال منا يمر بسود دولي وحي وحي تشر وحي في ريان وحي وحي أجادين إنا إنا كهر تذكر فأزمعت قراش وحي جو أنصت قرار كوجارتي على أن تخلي له السبيل إنا وضد الله بنيه إلى مكة مكة أجرنا إنه يعني إنه الله بنيه واحد دجال عن لقله هرتجين الله بنيه مجال هذا ساس جو أن كوجارين وقد عانها على اتخاذ قرارها قرار كاسي جو أن كأي جارين وحأسي كالمي وليبه هذا او كاس ما عرفته قريش وحي اغاتيو من ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر قواده وعيدمه سينو كو امري الله يقاتلوا ان لا دغالم او سلين الا من قاتله ان لا دغالم من اهل مكه تمو وحي كلو اغادين او لو سو شيغي ابي سفيان بعد قيله كان اي اسو مركاس ايدا اسو الى الله او ميلها انتي لا قبتي ماشي كو اسلامه وكي انتو يعني اسو الى الله اسي لو نينو كله وأثي لقفتي ماشي بو ديكو إسلامي مركا وكي أي النبي عليه الصلاة والسلام عباس أديركي عباس انتو ديبي وحيري عيدا كإنتاط هري كم مرسو مال يعني سرون أهو ملكوه عيدا كوردن أهو ومرأ يوحكا اللي حانا يوسجرين حالكا بلكو جوجيو بلسيو عيدا كأود ديسو أركو إنو صفراء لدوني يقوستو بيش هاسكو قبو بيش بيستاقينو سقي عباس مركا ساكل بجماعة صومري علن كذي وذا تؤثر عليه مركز اللي كون واقوه واقومه وريب بني فلان يعني غفار نمك اللي يراه ذوي ما لي ولا غفار وأنا عربتي فجيدي هل كاد جميل أنا يا غفار نمهم هاي يقص إيسو ويرانه نمها نوت حيو قالك لا تاسع ترى عرب وريهب ما لي ولا بني فلان ما لي ولا فلان تاسع ولا يمسه يعني مركز دماء حصام مري عيدا وين أدوحك بدن كون نمحيها يعني وري أنصار ذوي نوك أنصار هاول ومره وركاسا جماعة
حوغا ليدو انا اد مدنينا حوغ للنبي صلى الله عليه الصلاه والسلام والمهاجرين دي ماركا سو مر ده ماركا سال واليري ماركا سال اردو بغالدا غلو هدي واكا ماركا سو اسو اردايت و خير قريش نمن يو نمن را قريش يد ليراد عيدا ازور استاي كرتاني وحا تبر هيسان منا ميشا ما جو يا يعني اسلام دي سو هند بنت عتبه الاورنجري يا الله دغاشه وحيت لي ورفلغان و عبسده يسن ان ري قريشيد بوريساي دمعده وار ناغتا وحب ما اوغيهيس ايد لو غين بوير ماشان عيدن كسو سوده وحاد ورستاي كرتان ما مركا غوان كان نبيغا ايي اوغادين او اه نبيغو انو لينين ام لا دغالمينن الا نينكي اسغو دغال كا وركينو ميا مركا قريش مركا وحا لو امن غلي مالنكاس وحا ليري نينكي مكا يعني حرم كا غلا وا امن نينكي غورجيسا غلو الباب كسو خيرتا وا امن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن أبي سفيان قريب سننك قالوا آمن أوكا مركا قوان وحيكو قارين واحد قال إن النبي قال لقلنا عليه الصلاة والسلام أردت أسمر كيو قادر وإذ ديفت قراش دعمه تاقي قال لنا يعني واكا علماء مركا قال الله إن أي مضى ما كم عم في حب اللقوق بصدية دقال مساء يعني نبت قليا لقصة وقال تاسا يسكو خلافان موتا أي مضى قارب حيقب أن يلحوق لقوق بصدية وقريها دونا يعني أن لك لحقينه أي قنيمة هاي ومقالت أه وهي قارنا وحيرا داني يعني حوق لقو مقل المقالت مرحبا لكن إكرمة ابن أبي جهل هي ونفرا معه ضد يرو أسجل لجري خرجوه ويبحن على إجماع قريش إكرمة هي دور يعني بل يرضي أهو دمك آد يعني أن عباء إسلام كي نبي آد أن عباء يا وحي بحن إني قريش يعني أبا بلار دهنا نوى دقالمينا ويسد للجيش الكبير عيدا كاف حوق بدن المسلمين طعنا اي من عيانه ونورس تاقينا الى ذلك فهزمهم خالد بن وليد باجبي في معركة دقال صغيرة وير قتل فيها من قتل منه لما دي نعبو دي النبي كسو قلي عليه الصلاة والسلام لما ودو كسو قلي دي نعا كرونا اصلا كسو قلي دي نعا هوصن خالد بن وليد بو يلي كسو قلو يعني عيدا كمضحوها مركا دي نعي خالد بن وليد وكسو قلي كوح يرو دلن يراس كو الرسطو ودقال من نابي الى ذلك كوينا يعني خالد بن وليد بعكس مريبو وحو لا يي وعرب كدغ مسلمين تمالك الله اني وحا سكا دنتو مركا خالد بن الوليد با مركا لا يي وقتل فيها من قتل منهم ولاذ بالفرار عرر بي مغان غلين من امكنه الفرار نينكي عرر وسوروبين مخي مغان غلين عرر وي عرر انت كلام اي كلام عرر وكان في جمله الفارين كوي عرر وحاكم ذا اكرمه بن ابي جهل مركا مركو اركي ارينتو اني دبتاهي قلدي عرري سو قالي و عرري وي عند ذلك ارنتا مركي دعدي ايا اسقد في يد اكرمه اكرمه غعنتي سو مركاسا وها اسو هويتي يا ندامو اي خساره اسو هويت يا عند ذلك اسقد في يد اكرمه اكرمه ندامو اي صليته ميلي جيرته وا اسو تيمت فمكه مكه نبض به وي تورتي بعد ان خضعت للمسلمين ما كان مركا المسلمين تيسو ديبتاي او غانسنتي عكرمه بنانكاي كوريدي والرسول صلوات الله وسلامه عليه عفا وعفي عما سلف من قريش قريش وحي هر مري اي ذنبي اي سميهن اي دباتو دنو كعفيه تجاهه هرتيسا مركو النبي عليه الصلاه والسلام ومغالدي قبصدي يا وح الله وحي يعني ري قريش هادو دن ليسو كيني halkaas uu nabigu soo tuuray markaas uu maqaamka agtiisa intuu istaagay wuu yiri ma tadunnu nabi intu nabi qudba la istaagay maxaad imalaynaysaa anni faa'ilun bikum maanta inaan idinku samaynayo maxaad umalaynaysaa nimankii hadda waxaan ogaahay oo dhiba noo geysan jiray baa tihiine maxaad umalaynaysaan inaan idinku samaynay markaas waxay yiraahdeen khayrin khayr inaad idinku samaynayso maan umalaynin maxaa yeelay waxaa tahay yacni waaye akhun kariimun wabnu akhin kariim walaal keeno danin anaga naga dhashay baa taa ninka lama tihide walaal keeno wanaagsan baanu kugu ogeyn nin wanaagsan oo walaal keen anagu ku dhalay abdullahi ibn abd al-muddalib dayna alkhayr nugu sameeyneysa umaanu rajaynin markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idhabuu fa antum utulaqaa idhabuu taga fa antum utulaqaa kuwa la fasaxay baa tihiin wax la idiin haysta ma jiro laa tasriiba calaykum alyowma yakfir llahu lakum anugu idin odhan maayo ilaa yacni كما قال يعني اخي يوسف لاخوته ولالك يوسف سو ولاله يريو كلا وحنا ندي ما لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم مركاس هلكا كو اسلامين كليغود او النبي راعين عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام كرم كيسي يا حلم كيسي وانا كيسي اي كم ده
dagaalka xuneyn oo ka dambeeyay ee isla markiiba yaani markii makkah la qabsaday waxa uu nabiga joogay xuneyn buu weerar ku qaaday way ka mid ahayd rag 12,000 buu nabigu ku weeraray xuneyn kunki uu makkah ku qabsaday iyo 2,000 oo dulqadi meesha laga sii daayay reer makkada ayuu nabigu ku weeraray calayhi salaatu wasalaam xuneyn ku weeraray markay magaaladii makkah ay isdhiibtay oo yaani isu dhiibtay nabiga ay muslimiinta isu dhiibtay cikrama horta banaanka ku dhacay tan labaadna nabigu calayhi salaatu wasalaam nimankii quraasheed ee dembiga iyo dhibaatada geystay oo dhan wuu cafiyey nabigu hortiisu ka cafiyey laakiinahu nabigu istatnaa minhum dadka uu cafiyey yani wuxuu ka soo reebay nafaran dad yar buu ka soo reebay samaahum uu magacaabay ilaa fulaan iyo fulaan iyo fulaan iyo fulaan mooyaane dadka kaloo dhan waa cafi wax loo haysta ma jiro وأمر بقتلهم كواس إن الله ينبي أمره وإن وجدوا هب الله جهلا تحت أستار الكعبة كعبة بها كل جنازين ويعني هم من جلنا والهلا الله يكواس النبي عليه الصلاة والسلام وكان في ضلعة هؤلاء النفر عكرمة بن أبي جهل كوا النبي مجا عابي ويرى هلا الله يمشي لو أركبها لو جد لو يرى عكرمة كم ذا عكرمة مركب حبوا هذا يا مركب دبات مركب نبي أسره يتيه يا النبي قدرت كي العفينة وكسر ربي مجال هذه المسلمين تبع عن تكود لجاي ولا وريجي قدرت كي كلوا دنو دنو ولا عفية إلا ضد يرميان حبوا هذه يا مرك لذا سيدا ترسيد وتسللا يعني مركاس وبحصري وهي متخفية أسوى إسقرينا يو من مكة مكة سو إسقرينا يو مكة كبحة ويمم وحوق زي وجه وجهي سحوق قبل يصدر اليمن يمن حق يضوع عرة إذ لم يكن له ملاذ wax malja iyo magangaliya uma sugnaana ilaa hunaaka halka mooyaan inuu halka u carar mooyaan meel kale uu ku badbaadayo male inda dalika arrintaa markay dhacday iyay madad ummu xakiimin gabadhii ummu xakiim la dhihi jiray zawjatu cikramata ibna abi jahl abi jahl yani cikrama ibna abi jahl zawjadiisa xaaskiisii ayay tagtay iyo wahinda bintu cutba hinda bintu cutba gabadhaaleya imraatu abi sufyaan wey waa mucaawiya hooyadii ba hinda bintu cutba لماذا قبل دود أياتك إلى منزل الرسول إلى منزل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نبي يقول يسبي هذا ومعهما عشر نسوة تمنى قوضة وكلنا ويلا سعودان ليبايعن النبي النبي إنه لم يبايع عودان عليه السلام إنه إسلامان ما يشكو إسلامان والنبي لم يبايع عودان فدخلنا عليه نبي أقلان وعنده نبي أفتيس إذن تاني لمن أقول بأن النبي لا جواب من أزواجها وين كيس كم إذا إياه وابنته جبديس فاطمة الزهراء والنساء أم بالسعة وين كلو من نساء ابن عبد المطلب أيام النبي لا جواب سيبن عبد المطلب فتكلمت هندو هندا أيها هذا الشيء وين كمرك يمازن هندا أو هذا الشيء أو الرئيس هندا بنت عتبة واي وهي متنقبة أيضا إن الشرير سوى حيرته يعني خجل إياه يحيى النبي أي كي يحيى حسن تهيب وجهي صوت دوالت أي إن الشرير بيسوق هذا محايل وحي أكتها نبي أذيركي وحي قصة ما يسي يوم أحد أتي يعني تمثيل كقصة ما يسي وحشي بي أدامكي وحشي هاواتي صوضتي مركو دلي بعد قيدنا وأتي انتي وجهه يعني هرق كبع يسي أو دقيه إيا سنكي ميل والبكقو يسي هذا باركي يسي أي ترد اللاعي وبارك أي كسو سارتي ولي بقوصتي مركو وحي سميسي وأذيركي قصة ما يسي بي أكتها مركو أسي نبي يحي يحي خجل بي لسو قابلوي وجهي بي صوضة بولت ما لو كلا لو كبح سنة أنا مجرد النبي اللي سدي بموي حقين له هذه أي مقالة ما كان عندها لو كدقي وقال ذو وحي يا رسول الله الحمد لله إله إبام هذا الذي إله سو أظهر ظاهري الدين دينك الذي دينك سو اختاره لنفسي نفسي سو أضرت دينك أصبع إله ربي إله ظاهري إبام هذا وإني أنو لا أسألك وحمك سؤالنا يا أنت مسني رحمك بخير أنت مثلاً إنا إنا يعني إنا إثابة الرحيم كقرابة لماذا هذا بخير خير إنا يطاب يعني أنت عاملني يعني بمعاملة حسنة معاملة ونحسن إنا يعني يقول معاملاته يعني من أجل القرابة التي بيننا قرابة أن هاي ونسد ونهاي صوبت هذا فإني أنا امرأة مؤمنة امرأة مؤمنة أنا هاي إلهي ربيس مصدقة ثم كشفت عن وجهها وجه يدي بي فيدي وهو مركة هذا الكي جيستي كدي بي وجه فيدي وقال وحيتري هند بنت عتبة ويا يا رسول الله قالت كلها ليسو وهند بنت عتبة قبدي آتقاني فقال الله الرسول عليه الصلاة والسلام نبي وحيوين مرحبا بك
soo dhaweyn baa ku sugnatay hinda bint cusbo iyo waan kugu faraxsanahay islaanimada aad baan ku soo dhaweynin xayla wixii gaalnimada lagu sameeyay la fiirin maayo wax la milaysanayo ma wacs al islaamu yahdimu ma qabl faqalad waxay tiri wallahi baan ku dhaartay ya rasuulullah ma kaana ma ahani ala wajhi al ardi ardada korkeeda baytun guri أحب إلي حقيقة لقد جعليها أن يدل إنو دلوب من بيتك قرقال ولقد أصبحت وحان هذا هذا وما على وجه الأرض أرض ذكرك إذا حالنا هاني بيت قري أحب لجعل بني إلي حقيقة أن يعز إنو عزوب من بيتك قرقال فأنت قرقال إنو عزوب قري أنك جعلها مجرو فقال رسول الله وحده صلى الله عليه وسلم وزيادة أيضا وحك يعني زيادة تاسكسي بضنا ويكون زيادة دون تأيو النبي كير عليه السلام ثم قامت وحاء استأتى أم حكيم أم حكيم بها دنك عدي زوج عكرمة ابن أبي جهل فأسلمت وي إسلامت أيضا هذا الدباسة وين مقطعي هرأي وقيستي مجرن كعدر دارن إيساء وي إسلامت وماشي شهادتين كي قرت وقالت وحي تري يا رسول الله قد هرب منك حقا وحاك عرري إكرمة زوج كي إكرمها وعرري بيتري تك أي إلى اليمن يمن بو عرري خوفا عبسي وكعبسنا يو من أن تقتله إنا الدشوي فأمنه آمن قلي إسكن نبت قلي يعني عفي أمنك الله الله كن نبت قلي فقال عليه الصلاة والسلام نبي وحجر هو آمن وأن النبت قلي ننكاسو وأن عفي وحلوها يستمجر فخرج دوي بحضي من ساعتها ساعت يعني مركبة ويتكتوي قلب قادتي في طلبه ننك إنا ذهدي سدي ننك هذه بحصدي هو عرري ذي أمام بيئوها الشيء والنبي أغيها الشيء عليه الصلاة والسلام مركز إني إنك يدر هذه سؤالي كنت أغضب ومعها معيذن غلام أدون بيوذت لها أسونا ذي الرومي أدون رير روم أهو يعني الهايان أيهو أيهي وضطي ورفيق كردقتي نكام بيتك فلما أوقلا مركز كف قادين أبعدا في طريقي وددي وجد كدحائي في مريا المال عدل أهو نلك يمن يذن إنا قارن مكان أي كتاقين راودها الغلام أدون كباب الدمعي عن نفسها أيدي بالدمعي أدون كذي أودتي يا ده وناك ده رق رشاد وقرح بدن ومل عدلاء ودورة كم ريتوي وح كلام معين والله سعدنا مجرو أدون كرجع بك جشوي أيدي بطلب فجعل ذو حي جدك شيء تمنيه وتمادله يعني ما إذا يعني دقال يا كلامي إنه هرمانية دمر كأنه حوك حوك يعني لقى لي كياب تي دقال وأنين ودو كحوك بدن ياي فجعل ذو حي جدك شيء تمنيه إنه يديق الناس دم ملا تاس وأرداس وحسهلهم ويا وان وذهل يساعي وتمادله أي مير ميرين يس أكاد ده وحير أن صعنة وحن ما رت واحد واحد قبل ما يوان قصينا يا وهرت هذا حتى قدمت إلى أي أقشي وعلى حي من العرب سي أود أور وريجين يس ويؤيد للجلن يس إن بيقول عربة أم بيج قلهم وين فير أم بالله قلهم فاستعانتهم ويكجر جار دلبتي عليه خاص أهم بأيجي أو وش هكتي أدون كان أنا على هوان وتدب كاسونا يبص مييو أنو بهذا يعني يا ويستين وحبو الرباعي إلى قبط بيتري فأوثقوه ويحر حران وتركوه عندهم هل كي أمبا حرك أنت اللي بتاعي أي إسكاكتك تعيد ما شاكوها يا بيتري أنت أكسر نوري هاي بصوا فكننا سارتان يالو آه ماشي وقتك وما الله دويتك تهي أيد إلى سبيلها ودد يدي بيقتك حتى أتركت عكرمة إلى عكرمة كده وتكتب أهلا شيء عند ساحل البحر بد حيبتي لأسوه كسوا في منطقة تهامة أعرض ده سؤال كاسو جو من دقة يعني أما قول كاس يعني تهام اللي إذا أيو كسبنا وهو أسوه يفاوض وحوط البيا يعني وحول قرقر تمية يفاوض وحول قرقر تمية نوتيا نين يعني وهي من بدك كشقي أو يعني أو ذاتك دوشة وذا أيو يعني النوتي وحوي وانك بحار كه دولة هي قانه بدك وذا إنك يعني دوشة وذا نأخذها يعني وهو أتقو يفاوده حلق قرقرتم يا نوتيا مدنا خوضه إن خوضه أهدت كدولها يعني مراكيب تورا برد مريا أيو لق قرقرتم يا مسلما أو مسلمة إن كان وان المسلمة على نقله إنه يعني قاضه والنوتي كي نوتي جهان نأخذنا يقول له حولي أخلص حتى أنقلك أخلص حتى أنقلك أنك قاده ده إخلاص الله إمو أخلص بيه فقال له عكرمة وكيف أخلصه حيث إخلاص كان شيء سنة وكيف أخلص محان عديا قال وحو يري تقول وحاد الذي أشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله توحيد كقوله وأن قال يا بدر ما شرفت أنك جيني فقال عكرمة وحي لما هربت إلا من هذا وحن كسو على الرسول تاس يجي ثم وحق حيوتي قد جاي ما كي كسو بحي وإسلام نمدوي آية وفيما هو كذلك أصدقوا سيدها قصوا والله بدو دي إن هذا الكسل ورتان كان أولا إن الإسلام تم أويكما قال إيه كان أولا إن يهو إسلام نمدو وحن كسو على الرأي إيقاف حولا كسينا يهو أركسان كوية ليا إذ أقبلت وحا سوقا بشي أم حكيم أم حكيم بابا صوب حدي على عكرمة ويكو صوب حدي وقال وحي سري يا ابن عمي أذيرك ويلكيسيو جيتو كوان إميدو من عندي أوصل الناس داتك ننكي أبو حريرين بدنابان كسعودا وأبر الناس داتك ننكي أبو بارسنا وخير الناس داتك ننكي أبو خير بدنا أكتيسان كسعودا من عندي محمد بن عبد الله بان كسعودا صلى الله عليه وسلم نبي محمد أكتيسان كسعودا وقد استأمنت لك منه آمن بانك أقدل بينك آمن قليه فأمنك وكن نبت قليه فلا تهلك نفسك نفت على هلاقني ونبت قليه يعني نبي وكو أمان قليه وكو عفية اللي قمد لي نفت على هلاقني وعركنا عرق سيد روك قربضة يدورك أدسي عرقسه نفت على هلاقني فقال وحو يري عكرمة أنت كلمتي أذيك مياه أتقيه محمد الله هدلي قال وحيث نعم أنا كلمته فأمنك أنا الله أدليه أمام من كان رسو قادي وكو آمن قلي وما زالت به كما ينزل أن تؤمنه إني آمن قلي نيسو وتطمئنه يعني حسل نيسو يا طمأنينو يا إيمان يقول إذا حتى عاد معه إلى الله صورت بل نوات دوايه هديه يا آمن قلي أنا وحان كعر يا سقو ويه إنا وضي ثم حدثته وحي أشهك مركا إتصار راعين لبضوذي أي دحصوا سعلان با وحي أشهك حديث غلامهما حديث غلامهما أدون كودي الرومي وأدون كيني إنتان صوتي وحا أسميه مياه دكت وامي دي إنتان صوتي ورفيق قصو ديتي مركا دحظا مرينو دي سو إمونا دي نادان كدون يابو يا وانيكي قموسو كالفرين بس ومساسو سمي يا حتى أهو حقادو قصو تكت قولو بها الريف لانا نقصو تكيوان وأصور راعي فمر به عكرمه وصامري أدون كيف صامري وقتله ودلي قبل أن يسلم أدوبه وحاكو كعي وحير مسي نولاني انتو اي مدى وقلدي او اي مدى ايو كركة كقود وانتو انا اسلامين بهذا ولي عكرمه صو اسلام وفيما وقتهما ايقوا في منزل اي كسو قيهن أبدا وضيبا يصور راعي ومكا لسؤال دي في وفيما وقتهما ايقوا في منزل اي كسو قيهن دلا به اي دقين في طريق ما لو وضطت احد اذا اي دقين ايو كسوان أراد عكرمة عكرمة وحوضوني أن يخلو بزوجه زوجتي إنه الله خالنه يعني إنه الله صيحد زوجتي أيو الضمعي فأبد ذلك ويديدي أشد الإباء ما جرتيت روحة وقالت وحيتري إني مسلمة أنا بوان إسلامي مسلمان هاي وأنت مشرك أليقنا ولماذا إسلامي قالبت فتملكه العجب ياب كبا هنتي او قبتي بويري وقال وحو يري ان امرا امر كاسو يحول دونك هي ودون الخلوة بي لامر كبير وحو يري هرتا ووحيا بدن بويري مانتا زوجته يدي او قيد او سانو انسو اهن سكو جعله اني مانتا يديدو او يترى مجرتني وحاس وحكو بنان ماها وحو يري امر كاني اذيق نكالت هذي او نكالت احقالي وابا امر اد اوين بويري لامر كبير ويبو بس وأنا كدينا يا فرتن كأقادة مرة دين سات أرد فلما دنا عكرمة مركو أسود وعاد من مكة مكة مركو أسود وعاد ولين أسسوجلين قال الرسول عليه الصلاة والسلام نبي وحجر إلى أصحابه سيأتيكم عكرمة ابن أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل بعدين إيمان دانه مؤمنا حاله يهسجو إلهي رمي مهاجر مهاجر هو هذا هجر فلا تصبوا أباه أبيه يعني عاينة فإن سب الميت ميت كعيدي سيؤدي وحدب يا الحي ميت كنول ولا يبلغ الميت ميت كمجاري حبك مدبي وما هو إلا قليل حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير مركي هذا النبي اللي جوابه عكرمة يزوجتي سوى صعود أيائي من مجلس النبي فدي عليه الصلاة والسلام فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مركو أركي فلما رآه النبي نبي بمركو أركي صلوات الله وسلامه عليه وصب إليه نبي وأبوذي من غير رداء نسوى النبي قؤوذا نين أيو كهر تقع عكرمه فرحا به فرحيت أن يكفر حي إسلام نمدي سوى
ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مركو فرست انتو عكرمة سلامي وهو استاغي نبيه أيو فرستي وقف عكرمة واستاغي بين يديه نبي هرتيس وقال وحجر يا محمد إن أم حكيم أم حكيم وزوجتي أخبرتني وحي إيشيكتي أنك أدو أمنتني إنا ذي آمن قلت فقال النبي وحجر عليه الصلاة والسلام صدقت رمبا إيشيكتي فأنت آمن بات آمن بات الله عبد الله ورسوله توحيدك إنا تغيرتو إلهك لو لعابد حق لو عابد أسجرين إلا الله الله واحد كموي وأني أنقنا عبد الله إلهي أدونك سنا ورسوله وأن تقيم صلاة صلاة إنا دوكت وأن تؤتي الزكاة زكاة إنا بحس حتى عد إلى النبي تري أركان الإسلام إسلام كأركان تيسيب تري كلها فقال عكرمة وحير والله بان كردارتي ما دعوت وحدتك ما دعوت دتك أقوم يريس إلا إلى حق حق أم بادتك أقوم يريسا وما أمرت ما أمر يسيده إلا بخير خير أم باد أمر يسا ثم أردف وحير راعي يقول إنه ليه قد كنت وحالها تيفينا أنك دحل أنك والله بان كردارتي قبل أن تدعو إلى دين نحن نذات كسونا وأنت أصدقنا حالا تميتك نقول رمبدا حديثا حق شاكذا إيا وركا وأبرنا برا حق بارين مدى إيا وناك تذكى قرابة إيا الله سمي إحسان كان هذا أقبضنا ثم بصد يده عن تنسيبه في دي وقال وحيري إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله ثم قال وحيري يا رسول الله علمني إبر خير شيء شيء متك وخير بدن وأقوله أني رهضوه فقال وحي النبي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقال عكرمة وحيري ثم ماذا فقال عكرمة وحيري ثم ماذا محاك حبئون هدنا إلى هذا قال رسول الله وحيري صلى الله عليه وسلم تقول وحاتر هذا أشهد الله إلهي باوحان مرخاتي قلني وأشهد من حضر ذاتك حاضر كأهو مسلمين تهل كان جوغ وحان مرخاتي قلني أني أنه مسلم إن أنا مسلم مجاهد جهادي في سبيل الله كجهادي مهاجر إلهي درتين أهجروني فقال عكرمة ذلك ويري آي هذا الكبو نبي أشياء غيب ويري عند ذلك عند هذا يقال له الرسول رسولك وحيري صلوات الله وسلامه عليه اليوم ما أنت لا تسألني إما السؤالة شيئا شيء شيء أعديه أنسي أحدا أحد أنسيني إلا أعضيتك إياه وانقصيني وحاد ما أنت ورثته أن بحيا مجره إلا وانكسينيا فقال متوحي إني أسألك وحنك سؤالني أن تستغفر لي إن هذه غفران طلبته كل عداوة عداوت كل عاديتك هذه أن كل علتم أو مسير صعد أو ضعت فيه أن سعديوي أو مقام مقام لقيتك فيه أن كل كلمي أو كلام كلام قلت آنري في وجهك هرت هذا أن كئر وحن أو أمس غيبتك أذيك مغنانت هذا في غيبتك وح ألا وحي هذا الحنو آنري إيا وحي دباتو أن كوب جيستي إيا دقالك أن كاله رمد إيا صعودك أن ربك أسر سعودي إنت بإن هذا إلهي دمدافي إيقاد ربطي إيه دافد ويديسان ربابو يعني كسؤالنا يا فقال الرسول وحي يري عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر له إله أرداف كل عداوة عداوت كل قد عادانيها وإلى علتهم وكل مسير سعد كل يسار فيه أسعد إلى موضع موضع يريد به أدوني إدفاء نورك أليك نورك أقدمينتيس واغفر له إله أرداف وما نال وحو قاري ومن عرضي أنك عرضي إيقا في وجهي أنك هرطي إذا أو أنا غائب عنه أرو كم غنوحي قشك فتهلل وجه عكرمة عكرمة وجهي سبا إفاي بشرا فرح بولا إفاي وقال وحو يري أما والله بان كردارتي يا رسول الله لا أدعك تغيماي نفقة النفقة أنفقتها أن بحيي في سد عن سبيل الله نفقة كستي حولك كستو أن بحيي أن إلهي وددي سكون من عندي إي حقه إلا أنفقت وأن بحينا يا ضعفها لمن لا بك إذا في سبيل الله يكون بحينا ولا قتالا دقالنا كتغيماي قاتلته أن دقالمي سد ريبن إي من عنه عن سبيل الله إلهي وددي سان تذكر من عندي إلا قاتلت ضعفه لمن لا بكيسان في سبيل الله يكون دقالمي ومنذ ذلك اليوم مالك على قصوة بالله يو انضم أضمي إلى موكب الدعوة دعوة يعني جماعة ذي فارس باقصوة بيري نين فارس أهو باسل جيسي في ساحات القتال دقالك مركي اللي قاله يعني قوبت دقالك يعني جيسي أهو عباد هدن عبادة بلن قوام هبين كي ورن تاغن قراء لكتاب الله إلهي كتاب كيس آذو أغرس بنا في المساجد المساجد كو أغرنيو فقد كان وحوا يضعوا المصحف
مصحف كأيو سارجر على وجهي وجهي سوى يقول وحرهجر كتاب ربي كلام ربي وهو يبكي من خشية الله سوى إلهي عبسدي سلقوا انتو قرآن كسيدة أردن كذي وجهي سيدة أصارتو أيو أرنجر كتاب ربي كلام ربي وهو يبكي سوى من خشية الله لن هذا عبادة بذنبه عكرمة بره عكرمة سوى عكرمة يعني وكبار إنما فلي بما قد دعه للرسول صلى الله عليه وسلم نبي وحي أقوه من عهد بلنا بلن كي أقاذي وأوفي فما خاض المسلمون مسلمين تميسن قلن معركة دقال بعد إسلامه انتو صو إسلامي بعد جيد إلا وخاضها معهم ولجرئن عكرمة ولا خرجوا ميسبحين في بعث إلى لؤي عيدا إلا كان ضليعتهم ننكه قامنا يأنبوها وفي يوم اليرموك دقالك يعني تاريخ دلاي آدو ويناي يرموك لورنجري أقبل عكرمته على القتال عكرمته قال كيف وقابله إقبال الضامئ على الماء البارد إقبال الضامئ قف آدو أومن قابل الديسوك على الماء البارد بيقبو سيدو أقابله أجعل يهي في اليوم القائد مال أكو كله ولما اشتد الكرب دقالك يعني كربان مركي درناتي على المسلمين في أحد المواقف يعني مواقفتها يا دقال لها متكمده يعني نمنك يعني للق ليوي أي قال ذا نزل ودقي عكرمة عن جواده فرس كيسي وكدقي وكسر وحو جبيه غمد سيفه سيفتا قل كيدين واجبي يعني قريبو ديار ايها إلا الدلو الربا سيفتا مردم يعني قل كاس مردم بإنو نوحبك قشان اندرته أيوه قل كيبو كالقوي وأوقل وحو نح قلي وكد راضي في صفوف الروم روم صفكو ديبو نح قلي وي بقال كيبو صفي عن أي فبادر إليه خالد بن وليد خالد بن وليد بقودك دقيو يعني أتقي وقال وحو يلي لا تفعل يا عكرمة عكرمة وحا سميني تها سميني يعني قال هذا إناس كل حطورتك اللي قاعدوك وضحك شو إنس اللي بودلو ها سميني بري لا تفعل يا عكرمة فإن قتلك أذيك الدلك سيكون شديدا على المسلمين مسلمين توا قدر يا آد بيقمر يعني وحا سميني تها سميني يعني لصعو صفك مسلمين تكجر كلي وحبها يسكون حطورين ويقال هذا يسكون حطورين ما هذا نينك يعني آد مسلم يعني حق له الفارس كه قوة للمسلمين تهدو كدم تآد بيجمر جيامه فقال وحو يرع عكرمة إليك عني يقف وبر إداء يا خالد وخالد وإداء فلقد كان وحقوسنا هذا فلقد كان وهذا وحقوه هذا لك أذجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة 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 حقوسنا سيو إسلام كادو وديجسه الرئيس وديجسه الرئيس مركا إداء نيه آية أما أنا أي فقد كنا وحانه من أشد الناس ذاتك كوا قدرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذاتك كوا قدرا بانه الإسلام كأي النبي عليه الصلاة والسلام هرتاجا حقا نهينه أذو وادق في عناه ذو إسلام نبض وديجه الرسي دانيه أحسه وسيبدنا كمون هرينين وين وده خالد بن وليد سنة 7 من هجرة صلى الله عليه وسلم سنة صدوا عكرمة سنة أصو إسلامه وحي سنة 8 وسنة مكلا فرت سنة جديدات مهلو أي مركا وحو يرينيه اسكا كيدا انيغا يا اباهي ادمان او درنين على ود النبي عليه الصلاه والسلام فدعني ادابو يري وكفر عما سلف مني وحي هر مري دباتد هاي اسلام كي مسلمين تا ان او غيستي سي ان يعني كفاره غدكد اولا ايماده وحي الهي ايغو ضافو ان سميه ادابو اي ثم قال وحو يري لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي بان لا دغالمي في موادين كثيره ميل بدن با النبي لا دغالمي معني ميل بدن ايان يا النبي لا دغالمي وافر ميان عرر يا من الروم اليوم انا وح بدن النبي هرتاغنا لا دغالمي ما انت اعداد الهي وقالبان كعرريا ما جرت سوي ارنت ان هذا لن يكون ابدا ارنت مرنا بدعي ما يسوي ثم نادى في المسلمين مسلمين تي ودواقي وحو يري من يبايع على الموت وردمشيا يقول مبايعوني انا ودمشان ديارو هيا الى مبايعوني فبايعه عمه أذيركي بها لما بايعوذ الحارث بن هشام وضرار بن الأذور نكا اللي رادا لما بايعوذ في 400 من المسلمين أفر بقل المسلمين دي كاملها مبايعة إنا يدمان إياه فقاتلوا ويدا قال لمن دون فصداد خالد رضي الله عنه خالد بن وليد وأميرك مسلمين تها مركز تين دي سئية ماشي أودا قناة أيك يعني دفاع إذا أي أودا قال لمن سكديس أشد القتال دا قال منك أودر وذا دو ويمنعيا عنه حقيس أكرم الذود يعني دفاع إدمتي وحب من يجبي دفاعين ولما انجلت معركة يرموك يرموك يعني معركة هذه مركة دماتي عن ذلك النصر
عن ذلك كاس النصر إجوشة المؤذري الحجية للمسلمين المسلمين تهلان تقال يعني الغبة بأيبوها لكن المسلمين تبا يجوشة لبرك قدمش إجوشة كرة عذي كان وحوها هذه يتمدد متكو قلقلنا على أرض اليرموك يرموك يعني دولك هذه ثلاثة صدح أي ثلاثة مجاهدين صدح مجاهدين تكمدا أثخنتهم الجراح داوع وأجلعي وضعيفيه صدح ننقو يعني يعني مسلمين تكمدا يا صحهم وداوع ميه ومركا النف يربا كجرتيه هم حارث بن هشام وأذيركي إيه وعياش بن أبي الربيعة إيه وعكرمة ابن أبي جهل صدح ذا ننبا يعني مركا المسلمين تقوليستين تقال كل رمالي صدح ذا ننبا يعني داوع صنبي داوع مين ومركا نفتو قاد غالي سيوي فدع الحارث حارث بأوحوه يري بماء بي وربي إسيو ليشربه إنو عبه فلما قدم إليه مركي الله كان له آية فلما قدم له دي مركي الله كان نظر إليه عكرمة عكرمة سيدا أسفيري فقال وحو يري ادفعوه إليه أديب عكرمة أيا أصلا يقدران أصحابة إيثار كود فيري مركي هذي نفطه هاي تحتا يعني ويكدوري يا نفطه أصلا أديب فلما قربوه منه مركي أدويين عكرمة مركي لو دوي نظر إليه عياش عياش باسا أسفيري فقال وحو يري ادفعوه إليه عياش با يقدران أديب فلما دنوا من عياس مركي أدوادين وجدوه قد قضى نحبه نفتي بابا كبحث انت بيه لقاسين فلما عادوا إلى صاحبه عكرمة مركي الوصول لارتين نفتي بابا كبحث أذيرك هشام مركي الوصول لارتين حارث بن هشام نفتي بابا صدح ذو ماتا نفتي بابا آية فلما عادوا إلى صاحبه وجدوهما قد لحقا به أي يقولوا نفتي بابا كبحث رضي الله عنهم الله كراضي نغضى أجمعين وسقاهم الله كورابيا من حوض الكوثر كوثر كدرك النبي الله كورا بي شربة عبتان الله يضمؤون بعدها أين دبدا بؤؤ من وحباهم الله كده فيه خضراء الفردوس فردوس برطا كذا يرتعون حالي داقيا فيها في كذا أبدا ولي